عسلامة يا تعليق يا تسلام عسلامة في نعرف هذا سلام عسلامة مريك عسلامة جوك بيه أنا والله بلايس بلايس الحمد لله نباس شنو البلايس المتضرر حابس حابس على الحيط راه ظلمونا تونس خرجت نهار انيفرسير الترجي يهزوني الحبس خويا نهار انيفرسير الترجي 15 جانفي يهزوني نهار 18 جانفي الحبس عديت ترى قداش في الحبس روحت منا بابا توفى منا شكون خويا من شكون مرض باب من الحبس عارف شكون ننقم صاحبي يعني. سامحني اختي عارف شكون ننقم فاش راجي صاحبي حتى انا صاحبي انت جاوبت معروفه صاحبي بالسنتر نتفرج فيك راه على الفيسبوك راه في الحبس ونيكسيون فين اي في الدار غادي في الحبس كونيكسيون اقسم بالله يزوموا على عجله غا تعرف يزوموا شنو هي على عجله يا نجله من غير ما تحكي انت مريقله جاوك به الحمد لله ولا تفرهدت اليوم خرجت انا وصاحبي احمد راوسوا اصوروا راوس بالقجمي مين به خذيت راجي واحد ومريق شريت مريول لا لا شريت فيست لامي مش ليان امك تحب تهرجي امي الدنيا وما فيها هذيك ام وتموت على تهرجي تموت على تهرجي خاطرني انا نحب التهرج مش خاطرها هي تحب التهرج خاطر انت تحب التهرج تحب اي حاجه انت تحبها سي 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 صار الايطاليان جوج جامو بوتو سي سافا انت مريك والله سافا بما انك عملت اكسبيريونس في الحبس فهمت خلينا نقولوا اكسبيريونس مش حاجه كبيره مش حاجه كبيره اي سيدي احكي لي شويه على الحبس الحبس عندك فلوس تعدي حبسك مريق يجيوك داركم كل جمعه يقصوا لك فلوس تعدي حبسك مريق هكا وجاو كبير الحمد لله واحد يعدي حبسه ويروح تونس على التحقيق وترشنيه وشغب ورهيب وترجي ما فما حد شيء الحمد لله حطوك في بيت قداش فيه من البيت انا وين في سانترابي كنت احمد بيت 14 حموم وردوم رد بالك تدخل لها في البي البي فيها اخويا 105 105 عابد صح والله مربوط 105 مربوط 105 عابد نحسبهم بالعبيد غاد ما يقولكش يا عبد انت ولا انسان شنو هي نمرويك قداش نمروك نمرويه 37 839 37 839 برش 37839 معناتها يفهم واحد ويعيطولك وتمشي وتاخذ يعيطولك تدخل تمشي زياره وتمشي بلوار جوك به يا احلى جو مريك بلوار شنو هي بلوار معناتها كيما نقول ريت الكاميرا هذيك هم فهم بلاستيك بيناتكم تبغى يبينوا من بين عسلامه داركم عليك تقابلهم اوكي عرفت هذاك هذاك شو اسمي الليريا الليريا عندك الحق في الليريا نص ساعه نص ساعه في الليريا نص ساعه العشرة تخرج العشرة ونص ترجع البيت تخرج ساعتين ترجع ساعتين ونص ينفسوكم شويه ينفسونا على الاخر تحس روحك عرفت اغنيه ايمينيم اللي غني الدنيا في مربع تخزر تلقيها مربع ديما مربع ما تخرج كان ما تشوفها صافيه الدنيا وكهو في الليريا اش تحكيو نحكيو كيفاش جروبات جروبات ايه فما حوم محوم معناتها شوف شنو قضيتك اش تحكيو ولد حومتك ولد قضيتك شنو يحكي تقابل ولد قضيتك بالسيف بالشجاع الدخان تمشي تقابله تشوف شنو قواله هو قوالك انت بتجيو فرد قويل تقابل ولد حومتك مره في الجمعه سنتره الاخرى كيما في الحفصيه فهمتني لك كلها كلوارات هيك لازم تقابل ولد حومتك وشنو العرك اللي يصير في الليريا؟ العرك في الليريا زوز حوامي يتعاركوا اخوي ولا فما واحد دخلت له مرهوجة الاخر سبب الاخر معناتها يضربوا في الليريا في وجهه زاد تعرف يوجهه معناتها ما نحي اللونيت سلام عاش عاش اخوي ها؟ كمل كيفاش نحي اللونيت؟ يضربوا في وجهه معناتها يضربوا في وجهه بلام بأي موضوع يخرج هو للطبيب يمشي يجي قرب على لام في جيبه يجي يضربوا به نورمال فما حتى مشكل حايتي غادي كحبس هذاك حبس لازمك انت تضرب الاول باش انت تعدي حبسك مريق لازمك انت ديما تربح له مالا كيفاه هو عندك فلوس انا ما عندكش قولي اي قصولي دارنا كيفاش كيفاش فلوس في فيلا اي احكي لي احكي لي كيفاش فلوس شبيك صاحب نتكلم اه نتكلم الباكر نتكلم طيب وصاحبك احكي اي مريق في سيفيلا مريق الحمد لله يا رب نتحرك مريق اش تحب انت انت اش تحب ما نعرفش لم نعرف اش يصير بالضبط فين في سيفيل يقول خاطر باش يقول يحكيوا على يحكيوا على العبيد اللي تعاني في الحبوسات اي يعني فما عبيد ما يقابلوش يعني فما عبيد فما سالف فما عبيد على جونت شادين خويا مشبودين على السبعه فما عبيد مرضى يبدا بزرسته وعنده العذر خويا يعطيك انا دول يعطيك انا دول
الدول ما يعمل حتى شيء، زرستك وجه اللي تحب انت، يعطيك الدول يعطيك كعب. حسين درس يا دول ما يحكيش معاك، يجيك البيت طيش لك الدول من الشباك، سيس روحك ربي يشفيك. ربي يشفيك انا قلتها تورا في كاميرا ما يقولهاش هو. ريقل يقول كلمه اخرى مزاج عالي. والحجامه الحجامه بالسيف معناتها. احجم بالسيف. احجامه بالسيف معناتها باش تحجم. بالسيف يحجموا لك. لا باش تحجم عندك حل وحيد معناتها يقرعوا لك يا تجعل باك الدخان باش تحجم حجامه على كيفك. كل شيء بالجعله كل شيء يا اخي. كل شيء. حبس يقولوا عليه الظلمه. هكاك هاي. حبس يقولوا عليه عيشة ظلمة. حبس عيشة مظلومة معناتها، هو كان جاي يدوم راهو بنيو فيه جبانة راه، ما يدوم لحد الحمد لله يا رب، كلها باش تروح، والكلها باش تجي عفو وتروح على أرواحها خويا، أما عبيد برشا مظلومة راه، برشا عبيد مظلومة قول وفعل راه، ريت الحاكم خويا، الحاكم ما يجيش يستفس أنت يعني يفهمك يقول لك أنت إيش عامل شكون معاك إيش فما، ديريكت يهزك بطاقة يديع ومن بعد تو نحكيو تو نحكيو تو نصفيو غادي. يطيشوك في الحبس خويا، تمشي الحبس مرناك 15 يوم حبس ايقاف معناتها على الكورونا واحد حجر صحي، ومن بعد تطلع البرج العامري مرناقيه انت وزهرك، غادي الحبس يبدا الحبس الصحي، اما مرناك حبس فدلكه معناتها جوست 15 يوم وتقلب على روحك معناتها. انت وين قعدت؟ مرناك وبرج العامري. عندي سؤال، عندي سؤال وتجاوبني بكل صراحة، اسمعني اسمعني، عندي سؤال تجاوبني بكل صراحة، تعدي لي السنتيمون اللي حسيته ونهار اللي سكر عليك الباب في الحبس، أنت أول مرة تدخل في حياتك، وقت اللي سكر عليك الباب شنو هو الإحساس اللي حسيته؟ ظلم ما غير حتى ما غير انساهم الناس كلهم. ظلم خويا تكره تونس على الأخ، أنا ريتني مازلت خرجت من ماكس جمعة باش نحرق، ما عادش عيني بها تونس، والله ساعة ما عادش عيني بها الجملة زاد. خاطر ظلموني اخويا، انا بابا مرض خايف في جرتهم هم. حس بيا التحقيق، حس بيا وكل الجمهورية، حس بيا حد هو يروح بحضر مرته، يتعشى جو به، يعمل قهوته، انا في الحبس، مظلوم. شنو هي قضيتك خاطر خرجت انيفرسير الترجي، شعلت طلقات، كوفر فوترا شنو هي تأيدت عليا معنا. ومانيش انا راه، يا ما ميسالش، باش نقلب، خليها لهم معناتها ويسعى وعريض. والله، والتحقيق تحقيق رابع في قرنبالي يعطيك الصحة أقول مريقل على الأخ جاوبك بيه؟ جاوبي بيه على الأخر الحمد لله، عديت حبسي مريقل دارنا كل جمعة يجيوني قص دخاني كل شيء مريقل، أما مظلوم الحاجة اللي بقات لي لهنا مظلوم خويا برشا مظلومين راه، فما عبيد أختي ريت على جونطة يعدي في 7 سنين على جونطة؟ على جونطة، علاش خاطر هذاك عنده شكون تأيدت عليه هو الترويش؟ معدي 17 ظلم معناها ظلم ظلم يرحم بوك ظلم خويا من عاد بن علي فما عبيد فما عبيد من عاد بن علي وريت الترويج الكل اللي يصير على الترويج يزوم تصويف يزومش مرناقية وبرج العام كان كي يجيو باش يروحوا يجيبوهم لهنا شوفوا عائلتهم ما يبعدوهم وهي شنيا سجون واسلاح عمره ما كان اسلاح سجون وافساد تو انت تسكن في تونس تجي داركم يقبلوك لهنا ولا تمشي امك تصويف فاير حنبوك علاش تهزوا فيه الصويف؟ هو عليه عليه طيب عليه تهزوا فيه الصويف مثال باش ما يجي حد يرحم بوك ريت عليه يعطيك الصحة من غير مزية عايشك.